العالم للأندية 2020 الفيفا هنا في الدوحة في قطر المؤجلة من العام الماضي عام 2020 هنا في النسخة 17 لهذه البطولة، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين الأهلي المصري في سادس مشاركاته وصاحب المركز الثالث من قبل في 2006 والرابع في 2012 في مواجهة بالميراس البرازيلي في أول مشاركة بطل ليبرتادورس. الأهلي اليوم يدخل بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وبدر بنون وولتر بواليا وطبعا طاهر محمد طاهر. امامنا هنا الاربعه 2-3 مران التعادل، سيكون هناك ركلات الترجيح عبد الرافائيل رقم 8 ويليان دخل ايضا حيل بهدف حسين الشحات، وكان ايضا البدايه محمد الشناوي حارس المرمى اللي قدم ويسعى لتحقيق السداسيه التاريخيه معادلا رقم اولى من جانب وولتر بواليا. تمريره وولتر بواليا الذي شارك اليمين امامنا اللاعب مايكي روتشا، لكن على موسيماني كان قد وصل مع سان داونز في هذه البطولة ميلو الضغط البرازيلي ومحاولة التعويض، والنمر أمامنا هنا اللاعب لويس أدريانو الكرات العالية، لكن على طول تعامل رائع تحرك جميل جدا وانطلاقة، لكن يطلع حارس المرمى بمينا في مصر 2019 عند أفشة. هنا تدخل، هنا التدخل، وأمامنا هنا اللاعب اللي يمكن النهاردة كانت حلوة قوي في اللقطة اللي فاتت أفشة وحاول يعدي عالية انطلاقة أهلاوية، ودي أمامنا الكورة أيمن أشرف الكورة الكرات الأمامية بدر بنون الإضافة الكرة الأمامية من عمر حلوة قوي انطلاقة اللي لعب قلب دفاع مع بدر بنون أغلب لقاءات الدوري الأهلي أمامنا. أدي كرة حلوة قوي، كرة حلوة من بدر بنون وانطلاقة طاهر محمد مع الأندية مع الخطورة الأهلاوية مع الضغط الأهلاوي مع المحونة لمسة من اللاعب اللي بيحاول أمامنا هنا نشوف أمامنا هنا اللاعب اللي يمكن أدي أمامنا خطورة النادي الأهلي بدأ يزين أفشة بيلعب الكرات الثابتة رأسية مين هنا رأسية على محمد الشناوي، الشناوي يشيل كرة خطرة جدا لكن تعود إبراهيم وأيضا كان موجود حمدي فتحي والكرة اللي فاتت في 10 مباريات وكان تفوق وفاز في النجم أيمن أشرف انطلاقة من جانب روني وركنية لصالح قوي في اللقطة اللي فاتت. أدي أمامنا هنا التدخل القوي في الكرة أمامنا أدي الكرات العالية ركنيات ركنية هنا وركنية هناك ركلة مزدوجة خلفية لك باتريك باولا لاعب باتريك دي باولا لاعبين هي واحد من اللاعبين اللي بيعد إضافة كبيرة للنادي المرة السادسة في هذه البطولة. كرة على طول ومحاولة جديدة من جانب النادي الأهلي واستلام على طول يا ولد التمريرة لو مشيت في وجود اللاعب لويس أدريانو الموجود عن انطلاقة بواليا 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 مع اللاعب بواليا هجمة خطرة جدا انطلاقة من العمق لين جماهير الأهلي في الدقيقة 74 وأمامنا هنا اللي هيلعبها أكرم توفيق النهاردة اللي بيراهن عليه موسيماني ولحظة من لحظات يعني الوفاء للمن رحيلة لكن دايما اطمئنان وسلام والحكم شوف بقى عشان برضو ايه اللي يقول لك الحكم أمامنا هنا هجمة النادي الأهلي وعلى ذكر بيبو لازم تتكلم عن محمد هاني يعني سيكون له شأن وله مكانة العب على طول خطرة جدا الثنائي الهدف الأول الهدف الأول بواليا دخل إلى المرمى لكن كرة عمرو السولية أمامنا مش ممكن الخطأ أمامنا هنا والهدف الكرة اللي ضاعت بص الضغطة حلوة قوي يا بواليا ويا ولد عدى عمرو السولية هنا وبص كلفة الراجل عنده فرصة إن يعني يروح بشكل أفضل لكن هنا الخطورة إلى خارج كان خلالها لم يسجل خلال مشاركته يا ولد التدخل والكرة تطلع حكم اللقاء مندي هنا أمامنا انطلاقة بالميرس اللي بيحاول والكرة أمامنا تطلع إلى ركل بص أيمن أشرف بص أيمن أشرف يا ولد عينه على الكورة وأيمن أشرف وصولا للدقيقة 30 ومحاولة هنا والكرة الرأسية لكن على طول التشتيت نادي إيفرتون برضه شارك مع هذا الفريق أسماء وليد سليمان وأيضا الحارس حمد علاء الحارس الشاب الكرات العالية أمامنا لكن أشرف اللي بيجيد إلى الكرة العالية استلام بواليا استلم الكرة الكرة امتصها بشكل رائع واحدة بالكرات الاهلي يقترب وكرة كرة القدم ده بالميراس البرازيلي هنا اللمسة والمحاولة والكرة امام يمين روتشا في مواجهة مع طاهر يا عيني على اللمسة طبعا المقابل المادي 2.5 مليون دولار الكرات العالية خطيرة جدا وسط مساعد مدي ركلة ركنية ادي امامنا الاعادة لكن ويليان على طلقة امامنا هومر روني حاططها قوية قوي قوتها بسهولة تمريرة في العمق خطيرة إلى روني الكرة الثانية المرتدة وروني يسدد بص الكرة على 22 كرة تصل لمحمد الشناوي لمس حلو قوي يا ولد العيب ودي كرة اضبط يا أفشة اضبط يا أفشة
لكن دي كرة هدف. الأهلي الأهلي العينية حلوة قوي، ولف وسطك لف وسطك يا راجل، لف وسطك هنا وانطلاقة قفشة، وادي أمامنا هو زاوية صعبة. ثم كانت رحلته بقى مع سبارتاك موسكو، كرة ملعوبة حلوة حلوة قوي، الكرة اللي بينطلق البرازيل الدولي 33 سنة أو اللاعب لويس اللاعب ويليان، خطر الكرة راسية يا سطار يا سطار يا سطار، لكن روعة 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 محمد الشناوي، محمد الشناوي في منتهى الروعة. شوف بقى رغم قلة الهجمات لكن السرعة في نقل الهجمة، والكرة اتعملت وراسية من روني اللي كان في الجنب اليمين أمامنا، هو انطلق اللاعب الأورجواياني فيينا، وادي راسية روني، ولكن الشناوي في الموعد، الشناوي في الموعد، كرة ايه رايحة يا ولد بأطراف أصابعه، سلامات لمحمد الشناوي. هجمة الشناوي ابدع الهجمة زي ما اتعملت، اللي شاركوا مع النادي الأهلي راسية مرة ثانية، المرة دي اللمسة الأخيرة، وادي كرة خطرة جدا جدا فيينا فيينا، لكن يطمنك الشناوي يطمنك يديك الأوان، واللاعب المنطلق فيينا 100% ركنية خمسة في هذه اللحظات لفريق نادي استحواذ كان 52% لبالميراس في مقابل البطولة ما بين بايرن ميونخ وتجلس. طبعا نادي أمامنا الكرات العالية، الشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي، هنا أمامنا راسية شارك فيها بيلي، كانت في فبراير عام 3 في منتهى الخطورة، روني 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 ياسر إبراهيم كان ممكن قوي يسجل بالميراس، لأن المرئية يا ولد يا ياسر يا ولد يا ياسر إبراهيم ثابتة، ضربة ركنية بالميراس البرازيلي، الكرات العالية لمة حلوة قوي، وكرة عرضية وادي راسية المرة دي لكن إلى خارج الملعب، تطلع الكرة ركلة مرمى، خطير خطير روني. بص روني أمامنا اللقطة اللي فاتت دي ذات الأندية العربية، تبديل اضطراري قد يكون محمد شريف، خطأ أما طاهر عايز يلعب البينية، لكن طريق هنا بقى إيه دي حتة تفاهم، بص قال له سي أهو يضع نادي بالميراس تحت ضغط، أدي ثابتة راسية مين هنا راسية، كان موجود حمدي فتحي وجول من النجم أيمن أشرف، انطلاقة من جانب روني، أدي الكرات العالية ركنيات 73، وطبعا سجل بيليه كان هدفين، ولكن وجود اللاعب لويس أدريانو الموجود، أدي انطلاقة بواليا بواليا بواليا، الأولمبياد الأخيرة هنا الهجمة الخطيرة، لكن دايما هو وليد سليمان الغائب. طبعا أمامنا هنا هجمة النادي الأهلي، وعلى ذكر بيبو لازم تتكلم عن الجمهور اللي بيتغدى، اضغط اضغط يا بواليا، العب على طول خطرة جدا، السولية الهدف الأول الهدف الأول، عدى عبر السولية هنا، وبص كلفة الراجل أمامنا، ولم نفسك وأمامنا رجيع 30 ومحاولة هنا والكرة الرأسية، لكن وأيضا الحارس حمد علاء الحارس الشاب اللي بيجين إلى الكرة العالية، استلام بواليا كرة القدم بتاعت بالميراس البرازيلي، هنا اللمسة والمحاولة، 500,000 دولار الكرات العالية خطيرة جدا، هومر روني حاططها قوية قوي حتى بسهولة، تمريرة في العمق خطيرة خطيرة إلى روني روني روني، نهائيات أمم إفريقيا وأيضا كأس العالم 20، ودي الكرة اضبط يا أفشة اضبط يا أفشة، عمل الكرة يعني إيه عايزة بس اللي كانت فيه الدقيقة 33، استلام والتسديد وقوي، ولف وسطك لف وسطك يا راجل، حاقد قفشة وادي أمامنا هو زاوية صعبة جنب الشمال، سرعة اللاعب ويليان، خطر الكورة راسية يا سطاها الروعة، شوف بقى الأورجواياني فيينا وادي راسية، ومع النادي الأهلي راسية مرة تانية، لكن يطمنك الشناوي يطمن عملها قفشة اللمسة الأخيرة، وادي كرة خطرة جدا جدا فيينا فيينا، من أكرم توفيق ومن عمق، الشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي، هنا ملعوبة الكرة في منتهى الخطورة، روني 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 ويسجل بالميراس، لأن مفيش راية انطلاقة لمة لمة حلوة قوي، وكرة عرضية وادي لأيمن أشرف الكرة اللي فاتت، لكن على طول هنا بقى اضطراري قد يكون محمد شريف، خطر كرات الترجيح من علامة الجزاء، يطلع الرؤية الخاصة في غياب الشحات اللي كان واحد من أفضل اللاعبين الحقيقة، أنا أدي محمد هاني يعكس كرة خطيرة لهدف قادم، راية وتسلل راية الأول هي بالأول الكرة اللي بالأول عبر السولية، ويا ولد يا ولد على الكرة من عبر السولية، كود كبير أول أيمن أشرف، لكن تحس الهجمة خطرة جدا، التمريرة البينية لكن كالمعتاد كامل، لكن خطرة خطرة الكرات المسددة، كرة مسددة بين بايرن ميونخ الألماني وفريق تجرس هنا الألمك، سكارفا اللي دخل كبديل، الكرات العالية راسية الكرة كانت خطرة الواعدة، محمد هاني يعمل كرة بالعرض 2006، هذه الركنية من أيمن أشرف، لكن على طول عبر السولية الكرة العالية، الصراع والصين اللي دخل مارينو، لكن يا اللقاء عن نهاية هذه المباراة، وتنفيذ الركلة الأولى بدري بانون وبيبرتو في هذه اللحظات مع روني شناوي وروني وروني
محمد الجناوي العملاق بيفرتون بيفرتون والسولاريا لجوء لأصحاب الخبرة. روني أضاع لويس أدريانو الدولي البرازيلي والشناوي والحلم الحلم بسماه كرة مروان في الأمور علينا مرناوي ولس أدريانو خارج المرمى وضع الكرة قوية يردنا والكرة تسدد أمامنا جوسيه أجايه أجايه يتقدم للأهلي شناوي منه الشناوي